الوقت مش هينفع تكون معايا وما سألكش عن تصريحات رمضان صبحي، رأي حضرتك فيها؟ يا اسلام يا اسلام، رمضان صبحي ابن النادي الاهلي، خدت بالك؟ وفي حد بيزق طلوع ودخول رمضان صبحي اليومين دول؟ يعني انت فاهم وانا فاهم، ايه رمضان ايش معنى يطلع في الوقت ده؟ ايش معنى يطلع في الوقت ده؟ يعني ما يخص رمضان انه ابننا ولعيب كبير وربنا يوفقه في حياته وكل حاجه، ده شيء خاص بيه هو، انما يعني في حاجات بتحصل كده انا مش عاجباني، يعني بيني وبينك يعني، يعني انما رمضان كلنا بنحبه. ايه اللي مش عاجبك كابتن شريف؟ اللي انت عارفه يا اسلام من غير طيب ما نسرده، يعني فاهم ده اللي انت هل عارفه ممكن، شخصيا. هل ممكن كابتن رمضان يعني رمضان صبحي يكون يرجع في يوم من الايام للنادي الاهلي، ولا علاقته انتهت بالنادي الاهلي؟ والله سأل السؤال ده من عمرو اديب ورد قال له فورا من غير ما يفكر، لا قال له ممكن طبعا. انا بقى هو ماشي يعني انا هو ماليش، اللي رد قال انا لكن ممكن في اكون النهايه زمان يعني اي فورا. حد، اي حد طبعا بيخرج من النادي الاهلي بيتمنى ان هو يرجع ليه مره انا تانية. قلت لك هو ابن النادي الاهلي برضه في كل حاجه، ما تعرفش الايام دي في ظروف ايه يعني. انما انا عايز اقول لك على حاجه، مش اتفضل. انا اللي اقدر اقول ارد على السؤال ده حاليا، يعني صح ولا ايه رايك؟ انا مش انا